ديال من الفرنسان ثمن ريشي الثمن ديالو 10 درهم هذيك وي ماجيك الابره العجيبه او الابره السحريه الناس اللي بغا يشوفوا الفيديو ديال زرينوكس اللي هو ديال الشوط بالنسبه للفيديو بالنسبه للناس اللي بغا يتصلوا بالناحيه ديالنا اللي هو 06161 43 476 او الفيكس 0525 80 64 87 او 0661 85 23 36 او 0668 0688 73 او الموقع الالكتروني ديالنا اللي هو www.1.net او www.1.com عربيش الهوته رينوكس رشيد بازار كيتشن الطريقه ديال الخير على الشركه تقوم بها مرحبا كل سيمانه جديد كل اسبوع جديد على حرف الموضوع عام ديروا بحساب الاله اللي كتكبر سمعوني العيالات عندنا واحد انا دابا حيت العيالات كبيره شنو عندي في الشيء كملت هذا الشيء هذا باش نبين لكم باش تاخذوا فكره على التقطير التقطير ديال الاعشاب انا دابا درت لكم شويه ديال باش ناخذوا فكره درت لكم واحد الشويه الطريقه ديالها مخيره على الاعشاب باش نخدموا بها من الحويجه الزميلي اللي كنتكلم عليهم التقطير ديال الاعشاب التقطير ديال الاعشاب بما فيها باش نبين لكم بما فيها الحزامه الزعتر الويزه الحاجه اللي فيه عندكم بها الغرض قولوا لي جيبها ونجيبها لكم باش ما درت اول عمليه اليوم درت بها درت بها القرنفل ودرت ليها زيت علاش هذا مزيان بزاف الناس اللي كتبغي العسل الليل كترشي الوجه ديالك وكتمرض ديري الفم ديالك كما دابا عطيني يديكم الله يسلمك بخير باش تاخذ الفكره الله يسلمك بخير السيمانه الجايه ان شاء الله وديروا حساب هذا الشيء هذا راه فين السيمانه الجايه باش تاخذ الفكره عليه تقطير 100% ريحته زوينه هنا هي تاخذ الفكره الله يسلمك بخير غادي نوريكم ولكن السيمانه الجايه شكون اللي ما شمناش؟ قولي لها زيد لا بارانا بغيت تقطعي بالنسبه لهذا الزيت بلا ما نتكلم عليها غاليه او التعريف بالنسبه للتقطير ديال الاعشاب بلا ما نتكلم عليها مباشره الرسول عليه الصلاه والسلام من غش هنا ليس منا الحق اليوم كنجيبوا لك اليوم كنجيبوا لك داك الشيء الطبيعي وباش باش نبين لكم صوري هنا ماشي مشكل صوري مع راسك خذي هذا خذي هذه شوفي هنا باش نوصل لكم الله يجزيكم بالخير باش نوصل لكم الله يجزيكم بالخير صوروا الداخل صوروا الداخل صوروا الداخل الله يجزيكم بالخير القرون الفل والياسير لاحظ القرون الفل والياسير طبيعي السيمانه الجايه غندير لكم الورد تقطير 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 باش نوصل لكم شحال كتبع هذه؟ هذه ها القرون الفل ها الياسير ها القرون الفل ها الياسير طبيعي 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 100% اللي عنده مشكل في البشره ديالو اللي عنده مشكل في الفم ديالو حتى الشعر حتى الشعر حتى الشعر ملي تبغي تعسل رشي واحد شويه لوجهك وشعرك يعني بلا ما نتكلم على الفوائد اللي كاينه فيه دكتور بيت يعطيكم الفوائد اللي كاينه فيها الخيرات السيمانه الجايه ان شاء الله غندير لكم الورد تقطير ديال الورد طبيعي يعني باش نبين لكم ولو في الاحلام ولو في الاحلام ولكن الورد هو السيمانه الجايه ان شاء الله غنقدر لكم الورد ماشي مشكل ماشي مشكل السيمانه الجايه ماشي مشكل بالنسبه لهذا وهذا شحال ديال الثمن ديالها؟ 10 دراهم قرعه كبيره 20 درهم ديال التقطير ولكن ولكن خليكم علينا خليكم علينا فيها كيلو ديال القرنفل تقديمو هنا والياسير ياسير طبيعي قرنفل شي حاجه مليحه هذا هذا هو ابراهيم غادي يكمل معاك هو ابراهيم غادي يكمل معاك مشى عندك القريعات هادو؟ محمد حتى لا قلت لي راك الزيوت طبيعيين كاين القرقاع كاين الساني شحال خويا شحال القريعه؟ شحال خويا القرعه؟ شحال القريعه؟ 23 درهم نديرو هانتوما جو عند هاد السيد ها هو اللي حدا راشي اللي مع راشي كتشوفيه بعينك كيفاش كيتكثر احسن من هذوك سير فلوس هذا زوين بزاف الزيوت الطبيعية ديال الشجلان ديال اش كتحط الزيوت كلها لا شاد الوجه لا تاع الوجه
هادشي كامل اللي درتي علاش كيلاق؟ الشعر هادو خاطر صراحة بغيتي تشوفي الحاجة اللي بعينيك أحسن من هادوك اللي ما تعرفي فيهم أشنو فيهم. ذكر يا خويا شحال هادي؟ شي اللي بعينيك؟ شحال ديال هادي؟ شحال ديال هادي رشيد؟ انت في الحفاري غتخرج مع ديك الزنقه اللي مشى انت الطريق مديونه دور على الناس ديالك شحال هادي رشيد؟ غير لا الثانيه فيها واحد دخل معاها ودور على الناس ديالك شحال هادي رشيد؟ شحال هادي رشيد؟ رشيد شحال دايره هذيك لينوت؟ دايره 250 درهم. رشيد جبد لينا لاباراي ديال المساج ووري لينا شحال خويا داير هاد لاباراي ديال المساج. رشيد شحال هاد لاباراي ديال المساج؟